وسلم، ربيع بن راجع رئيس المكتب البلدي منظمة الجزائرية بأو مواطنة بنو النيف. في الحقيقة القافلة اللي تنظمت مؤخرا كانت بالرعاية نتاع الأخ عيسى الرئيس الولائي نتاع مندوبية نتاع السياحة والأخ سليمان بركات. هذه القافلة قافلة نجوم الفن الصحراوي، راه تكريات لأول مرة، كان عندها صدى كبير. المرة الأولى راه خرج من بنو النيف وراه دارت نشاطات، عدة نشاطات ثقافية ترفيهية للعائلات. رانا نتمنوا تكون إن شاء الله على مدار السنة. الشيء الوحيد اللي نطلبوه من السلطات هو الدعم، الدعم الدعم الفعلي لهذه المنظمة، خاطر علاه راه فيها شباب غادي يطلعوا منا من بنو النيف، كاع تلمدت لهم كاع الفنون الموسيقى الثقافة كل شيء راها لماته. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بركات سليمان رئيس مندوبية الجمعية الولائية للنجوم والفنون الموسيقية والسياحية مكتب بلدي بنو النيف. الحمد لله رانا دايرين قافلة، قافلة نجوم فن صحراوي. الحمد لله رانا دايرين هنايا في بنو النيف، وان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان شاء الله كاع من السلطات والاخر نتمنوا غير الدعم، بغا مادي ولا معنوي. الحمد لله على كل حال كما راكم تشوفوا في السليمة زعما ما شاء الله جبنا كما نقولوا حنايا تاع الاطفال مهرج، وعندنا فرقه النسويه بنيو النيف وفرقه قناوه اهل الديوان، والحمد لله نتمنى ان شاء الله كل سيمانه كل 10 ايام ان شاء الله نعاودوا هذا البرنامج ان شاء الله.